اشتريت لابتوب استيراد او لاب جيمنج من امازون واكتشفت انه مفهوش عربي للكيبورد. تعال اكشف لك الستاره عن تقنيه جامده جدا وهتحل لك مشكله العربي اللي مش موجوده في الكيبورد بتاعك. ومش بس كده، بوشكش محفوظ بيضحي والعربي هيكون بينور معاك في الضلمه كمان. صاحبي ابو الصحاب، اهلا بيك في اختراع تعريب الكيبورد بالليزر. الفيديو ده موجود عشان يعرفك كل التساؤلات اللي بتيجي في بالك، فانا همسك معاك سؤال سؤال وهجاوبك عليه. وانزل لي يا ابن البلاد. ايه بقى موضوع تعريب الكيبورد بالليزر ده؟ يعتبر تعريب الكيبورد بالليزر وسيله فعاله جدا عشان نضيف اللغه العربيه او اي لغه على الكيبورد، وتقنيه الليزر بتدي نتائج جامده جدا لانه بيتم نقش الحروف بشكل دقيق على سطح الزرار وعمرها ما بتتمسح لان ده حفر مش طباعه. تاني نقطه، هل تعريب الكيبورد بالليزر خطر؟ الموضوع فكرته انه بيتم رسم او حفر الطبقه الخفيفه للجهاز، والتعريب بيتعمل عادي جدا والجهاز شغال ومش محتاج نفتح ولا نفك اي حاجه، ومفيش اي تاثير لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد على الجهاز نهائيا. والخطوره بتيجي في حاله انك رحت لحد مش متمكن ومش متخصص، ساعتها انت اللي هتزعل في الحوار كله. السؤال اللي بعد كده، اللابتوب بيتعرب في خلال قد ايه وقت؟ اللابتوب بيخلص في خلال 5 دقايق وانت واقف باشا. هستفاد ايه من تعريب الكيبورد بالليزر؟ هتحل معاك مشكلة العربي اللي مش موجودة، وهتساعدك في شغلك وهتسرع عملية الكتابة معاك، ولو انت بتشتغل بالليل هتقدر تشوف العربي بالليل في الضلمة، بالذات ده للمحاسبين والطلبة. ولو انت صاحب شركة بتستورد لابتوبات من بره، فالخدمة دي هتساعدك تبيع اللابتوبات بتاعتك بشكل افضل واسرع، لان الناس دلوقتي عندها طلب في اللابتوب اللي بيكون فيه عربي. هل الحروف بتتمسح وهل في ضمان ولا لا؟ التعريب غير قابل للإزالة نهائيا، ده اول نقطة. حفر الليزر بيتعمل مرة واحدة بس، والحاجة دي بتتعمل صح يا كل سنة وانت طيب والكيبورد راح، فعشان كده مهم جدا انك تعمله عند حد متخصص في الحتة دي، لانه مش من الحكمة تغامر بلابتوب بألفات مع حد مش متخصص لمجرد انك استرخصت في السعر وثبتك بكلمتين. ازاي العربي اللي هيتحفر هيليق كشكل مع الانجليزي اللي عندي اصلا؟ في الفنان بنرسم مجموعة ستايلات خطوط مختلفة ملائمة مع شكل فونت اي لابتوب سواء رفيع او متوسط او عريض، ومش هتعرف تفرق بين الانجليزي والعربي اللي بيتعمل، ودي صورة كمان من شغلنا. وبالنسبه للناس المنافسين ما تنسوش تقلدونا. الفرق بين العربي العادي والعربي بالتشكيل، العربي اللي بالتشكيل بيفيد اكتر المستخدمين بتوع الاوفيس وصناع المحتوى، اما بالنسبه للعربي العادي فبيكون ما فيهوش اي تشكيلات خالص وبكل الاستخدامات العامه شويه. هل في لغات تانية اقدر اعملها بالليزر؟ متاح كل اللغات اللي في كوكب الارض من ايام سيدنا ادم وحتى وقتنا الحالي. سعر خدمه تعريب الكيبورد كام؟ في الفنان هتاخد ارخص سعر مقابل افضل جوده هتشوفها، وهتدفع مبلغ رمزي جدا حدود تقريبا ال $5 بدل ما تشتري كيبورد جديد بحوالي $50 على الاقل، يعني انت وفرت تقريبا 90% من ثمن كيبورد جديد. طب ايه الاجهزه اللي ينفع معاها التعريب؟ اول حاجه لازم يفضل ان الكيبورد بتاعك يكون باك لايت او مضيء. الاجهزه اللي بتدعم هي كيبوردات الكمبيوتر وكيبوردات اللابتوب، ويفضل تكون باك لايت. لو اللابتوب مش مضيء والكيبورد ابيض هينفع، وتقدر من خلال الصور اللي هتظهر قدامك دلوقتي دي تعرف اذا كان الكيبورد بتاعك بيدعم التعريب ولا لا. اكيد في سؤال جه في بالك، طب اشمعنى يعني باك لايت؟ عشان اغلب الازرار المصنوعه للباك لايت بتكون بطبقتين، فلما بيترسم عليها الحرف بيظهر باللون الطبقه اللي تحت سواء كانت ابيض او كانت شفافه او مضيئه بالكامل، والكلام ده اغلبه مش بينفع مع الكيبوردات اللي مش بتدعم، وسبب ده ان الخامه كلها طبقه واحده مش طبقتين، يعني مهما ترسم او مهما تحفر فانت بتحفر اسود في اسود، الكونتراست او التباين مش موجود. هل الحروف العربي بتخش في الانجليزي وبيلزقوا في بعض؟ الحروف بنعملها بشكل متناسق وشيك عشان يليق مع الانجليزي، وما تقدرش تعرف تفرق بينهم، ودي بتعتمد بنسبه 100% على المكان اللي هتعمل عنده التعريب، مش بتعتمد على الماكينه اللي بيستخدمها. الاستيكر احسن ولا تعريب الليزر؟ بص، الاستيكر هيمشي معاك الامور بس هتحس بالملمس بتاع الزرار وهيضايقك كتير، اما تعريب الليزر هينور معاك في الضلمه ومفيش اي اثار، كانك شارك جهاز جديد ومتعرب وبيتعمل مره واحده في العمر. لو عندي لوجو ينفع احفر عليه؟ اه يا معلم ينفع، ودي سابقه اعمال اللوجات عندنا اللي اتعملت. الفرق بين الفنان واي مكان تاني؟ في المكان بتاعنا بعتبرك واحد من العيله، يعني لو اللابتوب بتاعك مش هينفع هنقول، او لو انت محتاج نساعدك في اي استفسار تقني او مهني هنساعدك بدون مقابل، او لو في مشكله معاك هنحاول نحلها لك قدر المستطاع، وده اولا لوجه الله، ثانيا انا اتعلمت انه عشان تفرق في حياه الناس لازم تعمل براند اساسه قوي وقائم على مساعده الناس فعلا، مش كلام في الهوا، وتقدر تتاكد ده من خلال الناس اللي اتعاملوا معانا فعلا. ايه الخدمات التانيه اللي موجوده في الفنان؟ في حفر اللوجوهات على الميداليات والكليريك والخشب والباور بانك وعلى اغلب الخامات المعدن والفلاشات، وشغل الدعايه والاعلان بحفر الليزر. طيب هو ايه هدف فكره براند الفنان اصلا؟ الهدف الاساسي مساعده المستخدمين والشركات بسبب غلاء الاسعار على الافراد والشركات، فبقى المستخدم بيتوجه للاجهزه الاستيراد او انه بيشتري من امازون، وبالنسبه للمستخدمين اننا نشيل عقبه عدم وجود عربي في الكيبورد
ونحل مشكله الاستيكر انه بيتمسح ومش بينور وبيبقى شكله وحش. اما تعريب الليزر هيخلي الكيبورد ينور معاك ونسهل عليه يشتري لابتوب من بره مصر او من امازون ويوفر في التكلفه. وبالنسبه للشركات، الشركه اللي بتبيع لابتوبات بتقف قدامها عائق كبير في تحقيق مبيعات اللابتوب وهي التعريب. واحنا جينا نحل المشكله دي بشكل احترافي وفي نفس الوقت العربي يكون شبه الانجليزي ولايق مع بعضيهم منظم، وده هيساعد الشركه في تحقيق مبيعاتها بشكل ممتاز. ولينا سابقه اعمال مع شركات وموردين في مصر ودول الخليج. اديت خصم ليك من الفنان بمناسبه انك من المهتمين بموضوع التعريب بالليزر، فلما تشرفنا في المكان قول انك جاي من تبع قناه اليوتيوب وهيكون لك خصم مخصوص على خدمه التعريب. وبس كده يا صاحبي، واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله. واحب اختم بالايه الكريمه: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ولمل العده يا ابني ونزل لي بالاوترو. السلام عليكم.